بس حياتي يا حياتي انقص. شوف السحر. ولا مرة اشتغلنا بالإنبوز حتى بالجامعة وبالتستات، ولا مرة اختبرنا هيدي المادة، يعني ما كنت عارفة عن جد مدى أهميتها على صعيد النوتريشن، على صعيد الزيوت. يعني هيدي مادة عن جد يعني يصنع منها رينج أوف برودكت. جبنا هيدي المكنة أشرت لنا، صرنا أخذنا اللوب دغري، فتغيرت نوعية الحلايب. نحن هلأ وصلنا لمطرح عندنا منتج جاهز للاستهلاك العام، يعني منتج صناعي، منتج بيضاين لفترة طويلة. والخطوة التالية هي إنه نمكنن هالإنتاج تنقدر ننتج أكبر كمية ممكنة تنقدر ننشرها للسوق اللبناني عامة. لما فتت أنا كانت هيدا شغلتي، أقدر حول هيدا البروجي اللي كان بروجي بيتي، بروجي هيك ما بيضاين كتير، لشي إندستريال. أبن تستينج تبين إنه بيقدر يضاين لشهر. كل شغلتي إنه كيف فينا نحول هالفكرة الرائعة لصناعة ممكن تنتج دخل للمنطقة فوق وللاقتصاد اللبناني عامة. الفوم هي علامة الجود. هدفنا إنه نخلق بذرة بحق لازم ينزرع، بس تنفرج العالم إنه فينا نصنع نحن ولازم نصنع، والطريقة الوحيدة تنطلع من هالاستهلاك الدائم والاعتماد على العمل الصابر هو عبر الصناعة.